انتوا منتظرين مني ان انا اعمل لكم فيديو عن بلاك فرايداي واشتريت ايه في البلاك فرايداي والهاتش ده كله. ماشي، هو انا بصراحة من غير ما حد يتريق عليا، يعني انا صراحة كنت ناسية موضوع البلاك فرايداي ده خالص وما كنتش فاكراه، وعايز اقول لكم ان انا اشتريت حاجات قبل البلاك فرايداي بكام يوم واتسفحت بيهم يعني. فاساسا انا ولا في دماغي موضوع البلاك فرايداي ده خالص، ولا اشتريت اي حاجه منه الحقيقه يعني قصدا، يعني أو انا قصدا ان انا اشتري في البلاك فرايداي، يعني كنت ناسيه خالص يعني، بس بعد كده هاخد بالي. ماشي. المهم انا عندي شغل، يعني كان عندي شغل قبل بعد البلاك فرايداي ده على طول، فكان عندي في حاجات ناقصاني كنت عايزه انزل اجيبها يعني. فقلت انزل يعني في محل انا بروح له كتير جدا في العادي، يعني في العادي انا بروح له كتير، ما كلمتكوش عنه قبل كده، بس يعني المره دي قصدت ان انا اكلمكم عنه لان انا فعلا استفدت منه ويستحق ان انا اتكلم عليه. وزي ما قلت لكم، انا اي حاجه بستفاد منها وبلاقيها كويسه لازم اكلمكم عليها، وسوري ان انا ما كلمتكوش عنه قبل كده لان انا كان بقالي فتره ما اشتريتش منه، بس اشتريت منه قبل كده كتير، بس كان بقالي فتره ما اشتريتش منه، وخاصه ان هو اصلا المحل ده ليه فروع كتير جدا، وانا تقريبا كل مره بروح فرع شكل. فالمره دي لما استفدت منه قلت لا انا لازم اكلمكم عن المحل ده، واعتقد ان في يوتيوبر اتكلموا عنه يعني، بس ما علينا خلينا في نفسنا. ماشي. المهم ان انا نزلت عشان اشتري الحاجات اللي ناقصاني او الحاجات اللي انا عرفت ان هي حلوه، فقلت انزل اشوفها يعني وانا عارفه متاكده ان هي عند المحل دوت. ماشي. لقيت ان المحل عامل 20% خصم على كل حاجه في المحل، على كل حاجه. المحل ده بيبيع ميك اب واكسسوارز وطرح وشنط للبنات، يعني هو محل للبنات بس. ماشي. كل حاجه، اي حاجه تاخديها من المحل عليها 20% خصم. فايه يا جماعه الموضوع، اصل البلاك فرايداي. قلت لهم لا والله. فالحقيقه انا صدمت يعني، حاسه ان انا اجهل واحده في العالم يعني، عارفين شعور وحش قوي يعني. بس هم ما كانوش كاتبين بره على المحل على فكره بلاك فرايداي، يعني اللي يلحق يروح المحل يشتري منه اي حاجه يروح المحل. اهو ده الشنطه بتاعته، اسمه سو ماتش، تاني في بنات عارفينه كتير على فكره. اهو ليه بقى فروع في مصر كلها. ماشي. الفروع اللي انا عاده بروحها هي فرع جنينه مول. في جنينه مول بس اللي في مدينة نصر ليه فرعين. ماشي. وفي الهرم طبعا، عشان انا برضو بروح الهرم كتير، فليه فرعين في الهرم، فرع في زيزينيا مول وفرع في سيتي مول، وفي مول العرب. ماشي. وفي كمان فين، في المعادي اسمه جراند مول، وفين تاني، فيصل، في فيصل كمان. فيعني بصوا، في يعني في فروع كتير في اي حته، يعني سهل جدا ان اي حد يروح يجيب منه. تمام. فانا نزلت اشتريت منه قبل كده حاجات كتير على فكره. المره دي بقى زي ما قلت لكم لقيت خصم، فقلت اقول لكم. انا نزلت رحت فرع زيزينيا مول، لقيت تقريبا يعني لقيت بقى موضوع ال 20% ده، بقى قلت اشتري شويه حاجات يعني. ماشي. انا تقريبا كل ما بطلب حاجه من البنت الحاجه مش موجوده، الحاجه عندهم كلها في فرع الزني كانت خلصانه. ماشي. فطبعا قالت لي اجري على فرع ايه، اجري على فرع سيتي مول. فجريت بسرعه على فرع سيتي مول طبعا، يعني انا عامله حسابي ان انا هدفع مبلغ معين، هدفع اقل منه بكتير، فيلا بينا يعني. فروحت فرع سيتي مول فعلا، ولقيت عندهم كل اللي انا عايزاه. وعلى فكره في فروع عندها، يعني مثلا الفرع بتاع زيزينيا دوت عنده ماركه اماندا، عنده ايسنس، عنده ميبلين. تمام. في فرع بتاع جنينه مول في نفس الماركات ديت برضو، ومعاهم فلوريمار. الفرع بتاع سيتي مول نفس الماركات ديت ومعاهم كمان جوردانا، جوردانا وبورجوا، جوردانا وبورجوا، جوردانا وبورجوا واماندا وميبيلين وايسنس. فكل فرع فيهم على فكره عنده ماركه مش عند التاني يعني، شوفي شو روحوا كده وبصوا يعني. ماشي. المهم الفرع اللي انا جبت منه المره دي اللي هو بتاع سيتي مول، عنده زي ما قلت لكم اماندا وبورجوا وجوردانا وميبيلين وايسنس. ماشي. دي الماركات اللي عند الفرع دوت.
كان عامل 20% خصم على كل حاجة. انا ممكن ما فيتكوش في ان انا اقول لكم يعني الحاجة بعد الخصم كام، لان هو لما اداني الفاتورة الحقيقة اداني الخصم 20% على التوتال، يعني على التوتال كله، مش على يعني كل حاجة كانت بكام وبقت بكام، بس هو اداني خصم فعلا. تمام. ايه الحاجة اللي انا جبتها؟ ما جبتش حاجات كتير بصراحة. كان في حاجات تانية اختي اشتريتها وكان عيد ميلادها فجبتها لها، فعلى قد الفلوس اللي معايا الحقيقة. يعني بصوا بقى جبت ايه. جبت ماسكارة ايسنس بتاعت الحواجب، ماشي، اللي هي الشفافة الجل، طبعا هي دي بتستخدم عادي للحواجب وللرموش عادي، ماشي. دي كانت ب60 جنيه، بعد الخصم تقريبا مش عارفة بقت بكام، بقت حاجة وخمسين باين، مش ما بقول لكم انا بعد الخصم مش عارفة، يعني هي بعد الخصم بقت بكام مش عارفة. المهم ان دي كانت سعرها الاصلي. الفكره ان انا عايزه اقولها، سوري معلش يا بنات، عايزه اقول كلام كتير وخايفه انسى حاجه. اللي انا عايزه اقوله ان حتى بدون خصم، يعني حتى بدون خصم، المحل اسعاره كويسه، اسعاره في الاسعار اللي احنا عارفينها، مش مغلي عنها. يعني اوريدي انا عارفه قبل ما انزل اجيب ان ماسكاره ايسنس دي ب 65 جنيه، اللي رحت لقيتها ب 60 جنيه في سعره العادي من غير خصم، يعني انا خدتها تقريبا بحاجه و50 يعني، ماشي. جبت الماسكارا اللي معمول عليها ضجه السنين، ماسكاره ايسنس الجديده اللي هي ذا فلاش لاشز، ماسكارا معمول عليها ضجه يعني فظيعه، وانا جربتها الحقيقه وطلعت فعلا تحفه جدا، وهي اللي انا حطاها دلوقتي، انا مش مركبه رموش ولا اي حاجه، دي رموشي بهذه الماسكارا الرائعه. ايه رايكم؟ حلو حلو حلو. لا حلو، انا جربتها وحلو، وفرشتها رائعه رائعه لرموش السفليه. بصوا رفيعه، فبتنزل تاخد الرمش السفلي يعني، بصوا كله كله، بصوا الفرشه، الفرشه جميله هو الكل بصراحه. يعني انا كنت جايباها بس عشان رموش السفليه، بس طلعت وهميه فعلا. اسمها ذا فلاش لاشز، اللي عايز يلحق يروح يجيبها. دي كانت ب 80 جنيه قبل الخصم، برضو مش عارفه هو ده بقى 68 باين ولا ايه، مش فاكره، يعني عليها خصم حلو. وكمان بقى خدت عليها ازازه مانيكير هديه. شفتوا 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 شفتوا، ماشي. تاني حاجه جبتها برضو اللي سمعت بقى ميك اب ارتست بيشكروا فيها جدا وبتاع، وقلت اجربها، هي اللوس باودر ترانسبيرنت بتاعت اماندا لوك الجديده، نود نمبر 1، ماشي. طبعا سمعت ميك اب ارتست كتير بيشكروا فيها جدا، فقلت انزل اجربها يعني. بس هي العيب الوحيد فيها اللي هم بيقولوا عليه ان هي صغيره، وهي فعلا صغيره يعني تخلص بسرعه. اهي صغيره ازاي، ماشي. تجيب دي ماشي، وانا جربتها برضو في تثبيت الكونسيلر، كويسه حلوه، بس طبعا لازم اجربها على يعني وانا حاطه ميك اب كتير، او اجربها يعني وانا حاطه فول ميك اب، لان انا اوريدي مش حاطه فول ميك اب، انا حاطه برضو زي ما بعمل على طول، بحط كونسيلر بس. حتى كونسيلر بس يا بنات، كونسيلر ورسمعيني شويه يعني، لكن مش حاطه فاونديشن، ماشي. وبرده اللي معمول عليه ضجه حلوه قوي، برده معمول عليه ضجه جامده كمان، مش حلوه قوي، هو القلم الروج بتاع اماندا سوبر لونج وير، اماندا ميلانو سوبر لونج وير. ده بيقولوا ان هو بينافس فوريفر 52، فانا قلت الحقيقه ان انا هجرب منه لون، ولو عجبني الوانه جامده قوي يا بنات، الوانه حلوه حلوه حلوه. وده ده نمبر 3، ده رقم 3 03. عايزه اقول لكم ان 01 و 02 فظاع فظاع فظاع، نود رهيب، والنبيتي الوانه كلها فظيعه، بس انا قلت مش هغامر واجيب كام لون غير لما اجربه والاقيه فعلا تحفه وجميل ومش عارفه ايه وكل الكلام اللي قالوا عنه، عشان انا يعني ما بقتش اثق قوي يعني.
زي الاول، فقلت اجرب الاول. هو ده كان ب64 تقريبا، خدته ب54 تقريبا حاجه كده يعني، ماشي. وده اللون اللي انا حطاه برضو، بس يعني ما تعتبروش ان اللون ده هو اللي انا حطاه، لان هو اتقل من كده، لان انا كنت حاطه مرطب وحطيت فوق المرطب فكان بيزيح يعني، فاهمين؟ خفيف قوي يعني، ما حطيتوش وانا شفايفي ناشفه فيحط اللون، يعني اللون اغمق من كده يعني. انا هجربه لكم على ايدي عشان تشوفوا كويس. اللون اقوى من اللي على بقي يعني، ماشي. وهو لغايه دلوقتي يعني كويس، ما بيطبعش. هو انا على فكره انا يعني ضوافري مصبوغه، استنوا شويه اهو كويس لحد دلوقتي. بس اللي انا خدت بالي منه ماشي لما جربته وانا في المحل يعني، ان هو طري قوي، طري 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 يعني فوق ما تتخيلوا، ماشي، طري جدا. فهو ما بينشفش اول ما بتحطيه، ما بيقفش ماشي زي الجلوس، لا يعني هو لازم يقعد حبة ويتعرض للهواء وكده، بعد كده بينشف واحدة واحدة ويبتدي يثبت، مش بينشف اول ما تحطيه، عشان بس نبقى ايه، نبقى واضحين، تمام. بس هو حلو حلو، عجبني جدا، وان شاء الله الفترة الجاية هجيب منه الوان تانية يعني، ان شاء الله باذن الله. واللي كنت برضو عايزه اجيبها بصراحه وما لقيتهاش هي ماسكارا بورجوا البينك، فظيعه للرموش السفليه بس ما لقيتهاش. وماسكارا ايسنس الفوشيا اللي هي اي لاف يو دي اكسترا برضو ما لقيتهاش، برضو تحفه جدا، كنت عايزه اجيبهم الماسكارتين دول، ما لقيتهمش، كنت رايحه اصلا برضو عشان اجيبهم. هي دي الحاجات اللي انا جبتها بس. بس المحل عامل خصومات على كل حاجه يا بنات، اللي حابب يروح يجيب. انتوا عارفين طبعا من واجبي ان انا لازم اقول لكم كل حاجه. يا رب تستفادوا من الفيديو، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه يا بنات، ارجوكم. انا اوفر اوفر، معلش. يلا باي باي.